وزير السياحة والآثار زار متحف العاصمة الإدارية الجديد لمتابعة الأعمال في المتحف اللي هيتم افتتاحه قريبا، واللي تفقد فيه الوزير القاعة الرئيسية للمتحف وتجهيزات القاعات الملحقة، بعد ما تم وضع فيترين عرض القطع الأثرية بحسب سيناريو العرض المتحفي. واجه دكتور خالد العناني بإضافة قطع أثرية من مختلف العصور المصرية القديمة والقبطية والإسلامية لإثراء سيناريو العرض المتحفي ولتكوين صورة متكاملة لشكل وتطور العواصم المصرية في العصور التاريخية المختلفة. الحقيقة معرفش ليه خبر فتح المتاحف ده حاجة بتسعدني، بتخليني أحس إنه يعني دي يعني ده هذا يليق بمصر. فتح متحف مثلا في الغردقة كان خطوة جميلة جدا عشان يحول مدينة سياحية بيزورها الناس للسياحة الشاطئية بالأساس إلى سياحة شاطئية وسياحة تاريخية. العاصمة الإدارية يكون فيها متحف كبير يليق بكمية الآثار الموجودة في مصر حاجة كمان تفرح وتأكد على هوية مصر اللي بتمتد مع كل امتداد عمراني. مصر يعني في بعض المحافظات في بلدنا ينفع نقول عليها متحف مفتوح، يكفي أنك تروح الأقصر مثلا وتكون أنت ماشي جوه المتحف، فطبعا مش بعيد ولا كتير علينا أنه تفتتح متاحف جديدة. لكن كمان لازم نفكر نفسنا أنه في متاحف متخصصة كتير في البلد محتاجة نظرة، محتاجين نبص عليها، متحف الزراعي، متحف المركبات، في متاحف كده حتى احنا هنا في البرنامج كنا نعمل تقارير مخصوص عن الأماكن دي لأنه كلها كنوز، وأعتقد بقدر بسيط من الاهتمام بيها يرجع الناس حتى يقبلوا على زيارتها وكمان السائحين.